هاد الوصفة غتنفع أكثر مدان وغير مدان. غتاخدي قبطة ديال القزبر تكون 3 دراهم ولا 2 دراهم ولا كل واحد شنو غيبغي. غسليها مزيان، شفيها، خليها تتنشف مزيان، ضربيها هكا في الخلاط أو لا فيها صوار أو لا قطعيها غبيدك وضربيها في الماكينة في موينيكس. دير معاها واحد الفطور ديال التومة على حساب اللي بغيتي، 4 ولا 5 ولا 6 على حساب النسمة ديال التومة اللي كتبغي. عاودي ثاني زيدي العطرية، زيدي الخرقوم، الكمون، سكينجبير، البزار، التحميرة والملحة. ديري شوية ديال الصوصة اختيارية، ما كايناش ماشي مشكل، ديري الحامض وديري الزيت البلدي وعاودي طحني مزيان، طحني 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 داكشي تيطحن، خليطو ولا خليطو. ملي طحن داكشي مزيان غتجيبو بلاستيكة أو لا سيليكون، ومن الأفضل لكان عندكم هادو ديال السيليكون، راهم كيجيو واعرين في الفريقو، كيسهلو عليك بزاف. درتهم انا في التليفون وغادي نغلفهم بالبلاستيك وغادي نديرهم مجمد، غادي يجمدوا وعاد ان شاء الله غادي نديرهم في البواطه. غادي نوريكم انا اللي عندي قدام، رانا مديراهم، دايره الثومه بوحدها ودايره هادو بوحدهم. سجليها عندك، ما خليها ما تخطاش، تنفعك في رمضان وغير رمضان، وخليتكم على خير.